السلام عليكم، رجعت معكم فيديو جديد. اليوم راح نفتح معكم الهدايا لبنتي لشهر جولاي. نفتحها معكم نشوف شو اللي فيها. هذه تقريبا لعبة عشان الطفل يعرف الشكل المناسب اللي حطها فيه. هذه ثلاث أشكال. هذه حافظة أكل مثل ما تشوفون كذا. هذا واقي للشمس وبرضه قصة وبس. وفي نهاية الفيديو لا تنسون الاشتراك في القناة ونشر المقطع وعمل لايك للمقطع وانتظرون فيديوهات ثانية. والسلام عليكم.